مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان النهاردة في فرص لأمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وبالليل هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة بتنضم لنا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ونقول صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا على أخبار الطقس النهاردة وإيه أسباب انخفاض درجات الحرارة؟ بالفعل احنا بدأنا من الأمس نشهد انخفاض في درجات الحرارة، ويمكن اليوم كمان هيكون في انخفاض آخر في درجات الحرارة بحوالي من درجة لدرجتين على أغلب المناطق اللي موجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لكن جنوب الصعيد بتبقى عليه درجات الحرارة مرتفعة، لأن احنا مصادر الكتل الهوائية بدأت تتغير من كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية إلى كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا. الكتل دي طبعا معتدلة في درجات حرارتها، بالإضافة كمان بنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فده بدوره هيحجب جزء من أشعة الشمس ويحد من تأثيرها، ونشعر كمان معها بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء خلال فترات النهار هتكون أجواء حرارة رطبة على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل أيضا ومع غياب أشعة الشمس هنلاحظ يعني انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ، خاصة كمان في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر هنبدأ تدريجيا نشعر ببعض البرودة في الأوقات دي مع انخفاض درجات الحرارة. كمان مع وجود نشاط لرياح فترات المساء وساعات المغرب، نشاط رياح بسرعات ما بين 30 ل 40 كيلومتر على الساعة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، هيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة اللي موجودة في الجو، هيساعدنا أكتر على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. انخفاض درجات الحرارة ده إن شاء الله متوقع يكمل معنا كمان على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم، ويمكن كمان مع نهايات هذا الأسبوع متوقع مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة. متوقع أن العظمى توصل على القاهرة الكبرى ل 29 و28 درجة مئوية خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى، أيضا خلال فترات الليل هنشعر بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة. كمان اليوم متوقع يكون فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من حلايب وشلاتين، بعض المناطق من وسط وجنوب سيناء، لكنها كلها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. طيب مع انخفاض درجات الحرارة المستمر، وخصوصا أن احنا في فصل الخريف شوية درجات الحرارة بتعلى وشوية بتقل، عايزين نعرف رطوبة هل هي بتنزل مع درجات الحرارة كمان ولا هي منفصلة في الأيام اللي جاية؟ هي طبعا نسب الرطوبة بتفضل موجودة في الجو، لكن بيفضل معانا عدة عوامل تخلينا ما نحسش بارتفاع نسب الرطوبة. يمكن نسب الرطوبة خلال فترات النهار بنشعر بارتفاع طفيف فيها بسبب هدوء سرعات الرياح، لكن خلال فترات الليل ووجود نشاط رياح بيقلل احساسنا بنسب الرطوبة، فاحنا نسب الرطوبة خلال الايام القادمة احساسنا بيها هيقل بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بسبب وجود نشاط رياح العوامل دي هتقلل احساسنا بوجود نسب رطوبة في الجو، هنحس بانخفاض نسب الرطوبه باذن الله. طيب الارتفاع والانخفاض في درجات الحراره ده هيخلينا نعرف منك بعض التوصيات، خصوصا لاولادنا بقى اللي بيروحوا المدارس الصبح بدري، فساعات بيبقى الجو برد شويه وساعات بيبقى حر شويه، توصيهم بايه علشان يحافظوا على سلامتهم وما يكونش عندهم بقى دور برد ممكن يدخلنا في قصص ثانيه صعبه قوي؟ بالفعل الفتره دي هتكون فتره تقلبات جويه بارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، فترات النهار وفترات الليل هنبدا نشعر بالفرق بين الفترتين بشكل كبير، فهنبدا مع نهايه هذا الاسبوع نضيف قطعه ملابس اضافيه للاطفال، خاصه لان احنا مش هنعرف مع الاطفال نصطحب جاكيت او قطعه ملابس اضافيه، لان هم لما يحسوا بارتفاع درجات الحراره هيلعوه، فممكن يحصل تغير في درجات حراره الجسم فيصيبهم بنزلات البرد، فاحنا نبدا نزود للاطفال قطع ملابس اضافيه. الناس اللي بترجع من اشغالها في الصباح الباكر او حتى في الساعات المتاخره من الليل هنبدا نصطحب معانا جاكيت خفيف لما نحس بانخفاض درجات الحراره نرتديه. مهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان الخريف دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه،
مهم قبل ما اخرج من بيتي اعرف حاله الجو ايه عشان ما اتفاجئش باي ظروف جويه مختلفه. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتابع ونتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده في مختلف المحافظات المصريه. القاهرة العظمى 31 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 31 والصغرى 23، اسكندرية 29-23، العلمين الجديدة 29-23، مطروح 27-23، دمياط 29-23، بورسعيد 29-23، إسماعيلية 32-21. لو رحنا للسويس العظمى فيها 32 والصغرى 22، العريش 29-22، كاترين 32-17، طابة 34-24، حلايب 30-27، شلاتين 35-26، شرم الشيخ 34-27، الغردقة 35-27. الفيوم العظمى فيها 32 والصغرى 22، بني سويف 32-22، الوادي الجديد 39-25، أسيوط 32-21، سوهاج 35-24، قنا 37-25، الأقصر 39-24، وأسوان العظمى فيها 40 والصغرى 25. وبعد ما عرفنا درجات الحرارة وكل التفاصيل من الدكتورة منار غانم، نتابع مع مصطفى وهدير باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك. شكرا يا رب.